المنافسة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة امتدت من ألقاب الليغا وألقاب دوري أبطال أوروبا إلى دور من نوع خاص تتنافس فيه الأندية الأوروبية في الجانب المالي. هنا نستعرض الدوري المالي في أوروبا لموسم 2014-2015 ونتعرف من هو بطل الدوري المالي، ونبدأ دائما من المركز العاشر الذي يحتله بطل الكالشيو الإيطالي يوفنتوس، والذي حقق إيرادات بنحو 324 مليون يورو في الموسم الماضي. المركز التاسع كان من نصيب ليفربول، النادي العريق والذي يتخذ من أنفيلد رود مقرا له. ليفربول حقق نحو 392 مليون يورو، ولكنه حافظ على مركزه، هو المركز التاسع في الدور المالي والذي حققه في 2014. المركز الثامن كان من نصيب تشيلسي البلوز أو بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي. تشيلسي حقق نحو 420 مليون يورو، وهو فقد مركز من عام 2014 الذي حقق فيه المركز السابع. المركز السابع كان من نصيب أرسنال الجانرز، والذين يتخذون من ملعب الإمارات مقرا لهم بعد تحقيق 435 مليون يورو. أرسنال حافظ على مركزه ولكنه تقدم مركز واحد من المركز الثامن إلى المركز السابع. المركز السادس كان من نصيب مانشستر سيتي الذي حقق نحو 463 مليون يورو، وهذه الإيرادات ارتفعت من 416 إلى المستوى الجديد، ولكنه أيضا حافظ على المركز السادس في الدوري المالي. المركز الخامس كان من نصيب العملاق البافاري بايرن ميونخ، وهو بطل الدوري الألماني البوندسليغا، والذي حقق 474 مليون يورو، احتل بهم المركز الخامس في الدوري المالي، ولكنه تنازل عن المركز الثالث الذي حققه في موسم 2014. المركز الرابع كان من نصيب بطل الدوري الفرنسي البي اس جي، والذي يخضع للملكية القطرية، وحقق نحو 480 مليون يورو في موسم 2015، ولكنه أيضا حقق مركزا واحدا من المركز الخامس 2014 إلى المركز الرابع في عام 2015. المركز الثالث كان من نصيب النادي الذي يعاني هذه الأيام من سوء النتائج، وهو مانشستر يونايتد، والذي حقق نحو 520 مليون يورو، احتل بهم المركز الثالث في قائمة إيرادات الأندية لموسم 2014-2015، وهو تنازل عن مركز واحد بعد أن كان حقق مركز الوصافة في عام 2014. مركز الوصافة كان من نصيب صاحب الخماسية التاريخية برشلونة، والذي حقق 560 مليون يورو في عام 2015، وتقدم نحو مركزين من المركز الرابع في عام 2014 إلى المركز الثاني في عام 2015. الصدارة ومنذ 10 سنوات من نصيب الملكي الإسباني، وموسم للنسيان بعد أن تنازل الملكي الإسباني عن كل الألقاب في الموسم الماضي، ولكنه لقب وحيد حافظ عليه، وهو لقب الصدارة في الدوري المالي، وحقق 577 مليون يورو في عام 2015، متقدما عن المستوى وهو 550 مليون يورو في عام 2014. شكرا لكم على هذه المتابعة، ودائما المصدر كان من نصيب شركة ديلايت للاستشارات المالية، الشركة الأمريكية الرائدة في المجال المالي.